كاين جوج راه نحتاج الله يقدم هادشي. المهم خوت، السلام عليكم. كاين خوت لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كما كتعرفوا هاديك بليبات اللي والدة ليا شتو هاد المرة عندي في الفيديوهات، رشيت ليهم اليوم واحد الماكلة زوينة. ديما كنديرو الماكلة عادية ديال الدار ولا شي حاجة، دابا اليوم قررت نشري ليهم واحد الطاس ديال الماكلة ديالهم، جو طيسان هذا وهذا. غنقطع ليهم الخبز في هاد البانيوات وغنفس ليهم، حيت راه وحده والده شي 7، وحده عندها شي 5، كاين عندها بزاف داوهم وعندها شي 5 مرات، وكاين 3 وحده اخرى عاوتاني كتهرب ووليدتها باقا نصار. هذيك راه ما كتبغيش، ما كتخليكش تقرب لعندها، ما كتقرب كتهرب. ووليدتها مخشيين في حد الشوكه، ما نقدرش ندخل لعندهم. المهم غنعطي لهذوك اللي كيبانو تما، وهذيك اللي مسكينه والده الاخر كاع اللي باقا صغيره، هي وليدتها باقا نصغر بزاف، حتى هي غنعطيها مسكينه في سبيل الله. دابا المهم غنبدا نقطع الخبز. دابا الخبز غنقطعها باش نرفس لهم فيها، حيت هادشي اللي عطيتو لهم هكا راه ما يقدهمش. نرفس لي نقطع لهم الخبز بحال هكا، ونرفس لهم في داك المريق ديال هاد اللحم هادي، وداك داك الكفته ديالهم ولا الطون ولا ما شنو غنحسبو هاد الماكله ديالهم. دابا نخليكم تنقطع الخبز كامله ونرجعو نكملو الفيديو. دابا الخبز قربنا نكملو الخبيزه ديالنا بالتقطاع، يلا نكملوها. غنفتحو هادي، ها هي بسم الله. سير هكا تمشي الماكلة ديالك، شوية المرقة هنا وشوية هنا. كاتير مشي الماكلة ديالك هذي، خليها شوية تاكل، خليها كنخاف الضر. تفضل راجع. تاكل الماكلة ديالك؟ لا، هاي ديال الحقيقة، ها الماكلة ديالك، احنا جبنا لك تمشي الماكلة هاي ديالك. ها هي، ديالك، هاي انا ديالك، نسالي ونحل لك حلها الماكلة. ليا، حلها ليا، تسلها فيها. انا انتوما الخوت، دابا غنرفس ليهم، نرفس ليهم وغندي ليهم فين كاينين هما. انا غنرفس ورجع معاكم، يلا مع السلامة. انا بخوت رفست ليهم الماكلة ديالهم، ها هي هادشي زين كيشهي، غناكل منو شي شوية هنا بعدا. المهم دابا نخليكم، مي غنوصل لعندهم نفرق ليهم ونكملوا الفيديو ان شاء الله، وندي لهم تالما. حنا خلاص وصلنا لعند الكليبة، حنا غنعطيوها تاكل مسكينة. يلا جي تاكل، اجي نخبي ليها فوق البلاصة. نديو ليها لحداها، مبغاش تنوض. فهمتي كوليها، وليداتها كيرضعو فيها. يلا كول، نجيب لك تشرب. خوت حنا وصلنا عند الكليبة الأخرى، ها هي الوليدة تاهما. هاش هاك كول، هاش انت هذاك لي
شبعانين. هدرت لهم الماء في ديك البانيو، جبت لهم الماء في هاد السطيلة، خويتهم في البانيو تما مع الماكلة. ماشي، عطشان. هي هادي جبت ليها تشرب حتى هي. كليتي؟ يلا كولي كولي، خلي الماء ديالها جبت ليها تشرب. دابا غندوز عند الاخرى، نعطي الاخرى عاود تاكل داكشي اللي خاصها. زدت ليهم الماء، شفت الماء عندهم ناقص، غنزيد ليهم الماء. اشرب اشرب مع راسي. ها هما كلاو كلاو شبعوا، خلاو داكشي اللي هي شويه. ها هو شوف كيلعب، ها شوف ناشطين دابا بخير مع راسهم. خوت هادشي اللي كاين، والله يعاونكم ان شاء الله فيديو جديد.